ومعنا من لندن الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد عبر سكاي نيوز عربية. الاحتمالية التي طرحها مالي، هل فعلا استغلت إيران تأخر المفاوضات لتطوير برنامجها، وكيف سينعكس هذا البند على مسار المفاوضات غدا؟ لا شك يعني أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي سمح لإيران أن تستخدمها كذريعة من أجل تطوير برنامجها النووي، وهي تستخدم هذه الذريعة الآن بالمماطلة بالمفاوضات. لذلك الرد الأمريكي الشديد بأنه لن يسمح لهذه المفاوضات أن تطول، لأن إطالتها في ظل استمرار إيران في التخصيب يعد خطرا على المصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا الخطر يستوجب ردا عسكريا لا تحبسه الإدارة الأمريكية. هو لم يقل عسكري حقيقة، لكن الخيار العسكري أحد هذه الردود لا يحبزه، لكن سيكون مضطرون للإقدام عليه. وهذا التصريح هو ضغط واضح وشديد على إيران وعلى الصين أيضا وعلى روسيا اللذين تدعمان إيران. المفاوضات صعبة وتدخلها إيران بورقة أننا نحن مظلومون وأن عليكم أيها الأمريكيون أن ترفعوا كل العقوبات لكي نعود إلى الاتفاق النووي كما كان عام 2015. الأمريكيون يقولون دكتور أحمد، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أطلق عدة مواقف إيجابية متصلة بالسرعة وربما بالبت بشأن العودة إلى هذا الاتفاق. الموانع الأمريكية قد تؤخر أيضا التفاوض من أيام لأسابيع، ربما كما حصل في جولات سابقة في فيينا. لا أنا أقول يعني تصريحات الإيرانية كثيرة، لكن الإيرانيون متفقون على شيء واحد، وهو أنهم يريدون رفع كل العقوبات أولا. ثانيا أن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية إدارة بايدن ضمانات بأنها لن تنسحب من هذا الاتفاق، وهذا صعب إعطائه من قبل الإدارة الأمريكية لأنه لا تملكه، لأن هذا خاضع للرئيس الجديد القادم. وثالثا يريدون الإيرانيين أيضا أن تقدم الولايات المتحدة مبلغ 10 بلايين محجوزة يعني كتسهيل لهذه المحادثات. كل هذه المطالب لم يكن لأمريكا أن تقبل بها، لأنه يقابلها مطالب أمريكية أن الاتفاق النووي الذي تقبل إيران بالرجوع إليه لم يعد صالحا لأنه تخطاه الزمن، ويجب أن يكون هناك يعني بروتوكول لاحق له ترفضه إيران من حيث المطلق. يعني المطالب الجانبين متناقضة تماما، ومما يعني يضع نوع من التشاؤم على هذه المباحثات أن حكومة إيران الجديدة هي لأول مرة حكومة متحدة، أي أنها هي والمرشد مؤمنون بطريقة واحدة أن أمريكا. وهذا الأكثر صعوبة بالنسبة للغرب دكتور أحمد، بعد 5 أشهر من توقف هذه المفاوضات، استئنافها غدا، ما قاله مالي والمرتبط باستفادة طهران من شأن تطوير برنامجها في هذه المدة الكبيرة نسبيا، والإصرار الإيراني على هذه المطالب، هنالك احتمالية عودة إلى المربع الأول في هذه المفاوضات وانسحاب أمريكي لا عودة عنه؟ نعم احتمال كبير. يعني المطالب من الجانبين يعني متعارضة، لكن الموقف الأوروبي، عندما نقول موقف أوروبي يعني أقصد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، هو موقف تسهيلي وليس موقف داعم للموقف الأمريكي. الأوروبيون لا يريدون هذه المواجهة، لذلك هم يفعلون أقصى جهودهم لتقريب وجهات النظر. لكن القضية كما قلت لك صعبة جدا، لأن الإيرانيون يقولون لقد صمدنا في الحصار واستطعنا أن نصمد، والإدارة الأمريكية الحالية ضعيفة، وهم يقولون أن إدارة بايدن ضعيفة، يعني هم يصرحون بذلك، ولذلك يجب أن نمارس الضغوط لأننا وقعنا اتفاقا مع الصين، وهذا الاتفاق الاستراتيجي مع الصين يدعمنا. والمخابرات الأمريكية تقول أيضا بتقاريرها أن إيران تصدر 1,000,000 برميل نفط إلى الصين من خلال تفريغها في البحر، وبالتالي كل هذه الأمور تساعد إيران. فتقول لماذا أنا أقبل بأن يعني أتنازل في هذه المفاوضات إذا كانت أمريكا غير قادرة على التهديد الحقيقي وغير قادرة على جمع حلفائها. هنا المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، عليها أن تبرز أنيابها لكي تمشي هذه المفاوضات إلى الأمام. دكتور أحمد عجاج الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية عشية استئناف مفاوضات فيينا في هذه المتابعة المباشرة عبر سكاي نيوز عربية. شكرا لك.